3 اكواب طحين، كوب واحد زبده، كوبين سكر، ملعقتين صغار بيكنج باودر، ونص ملعقه صغيره بيكنج سودا، وواحد كوب حليب، وخمس بيضات، وكريمه الفراوله، و200 جرام جبنه كريميه، واثنين بودره باكيت كريمه، اثنين باكيت بودره كريمه، اوكي، واحد كوب عصير فراوله، واحد كوب كريمه، وشوكولاته مدوبه للتزيين. ده بتاع الفروستنج طبعا. اوكي. طيب هناخد اول حاجه الجبنه، وهنحط معاها شويه من الكريمه، بس شويه عشان خاطر افك التماسك بتاعها، وهنبتدي نخلطهم مع بعض. يلا خلص. لا ظبطت. لا ظبطت. اروح اطلع بما لا لا ظبطت. خاف عليك يعني. لا لا ما تخافي، خايفة عليا لدرجة عايزة تسيبيني لوحدي. طيب بصي دلوقتي هنحط الكريمه البودره، عشان بقى هي اللي هتمسك لي الكلام ده. في ناس بيحطوا سكر بودره، مش غلط. اوكي. بس ليه انا يعني طبعا بقى لي سنين بعمل دروس حلويات وكده، فلقيت دي احسن. لان دي فيها مثبت قوام. اوكي. الكريمه البودره ما فيهاش مثبت قوام، فالكريمه البودره شويه شويه بس ممتازه برضو. بس دي يعني هذا احسن. بس دي للي عايز الحاجه يعني اجمد شويه، فدي. أوكي. اللي عايز الحاجه عاديه السكر البودره برضو ممتاز. ماشي. ما انت عارفه مع الممارسه كتير بتكتشفي حاجات طبعا. خبره يعني. طبعا بتعرفي حاجات ما يعني ما كنتيش الاول بتركزي فيها. هنحط العصير الفراوله، وزي ما قلنا اللي حابب يحط الوان بنقدر نحط نقطة من اللون الأحمر. هتحطي؟ لو حبي. أنا مش هحط، أنا شايفة لونها لطيف. إيه رأيك؟ رانيا عقرباوي صباح الخير، وأم هديل أهلا وسهلا. مريم الفقير يعني دايما مبدعة بالأكل، الله يسعدك. مراد العقايلة أهلا فيك يا مراد. هبة أبو شعبان، شو بديل البازيلا والفطر؟ يعني ايش بنقدر عايزينه؟ اي خضار، ممكن ذره، ممكن اي خضار هم عايزينه بنقدر يقدروا يستعملوه. اوكي. طيب بس غادة بدي احكي سريعا، في كثير من الاشخاص عم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، عم بيقولوا انه يمكن المقادير اللي محطوطه تاعت الحلو فيها شويه خطا، هي مقادير كوكيز مش مقادير كيك، فلو سمحتم بس نطلب من الكنترول يتاكدوا من المقادير اللي موجوده على اسفل الشاشه، عشان اذا في اي خطا اكيد بنعتذر منكم وبنصححه على طول. طيب انا شكرا للي انتبهوا. مش عارفه اجيبها دلوقتي، خلينا احنا نشتغل في دي. اوكي. هنبتدي نقطع الكيكه طبعا اللي احنا عملناها مفروض وخبزناها، بس عايزه اقطعها طبعا. ممكن تقطعوها اثنين وممكن نقطعها ثلاثة زي ما احنا عايزين. خليني بس اشوف. خلينا احنا هنقطعها اثنين علشان خاطر الوقت. طبعا الشكل الاخير شهي اللي عندك دول صغننين، الخلطة حطيتهم في قوالب صغيرة فبقوا عاملين زي السواريهات كده، زي الجاتوهات الصغيرة. حلو. هلا هدول رح يطلعوا هيك غادة ولا لا؟ فين؟ هدول رح يطلعوا هيك ولا لا؟ هدول بقوالب. لا لا دول قوالب صغيرة. قوالب صغيرة، دول سهلين خالص. دول. هون رح تطلع كيكة كاملة. اوكي. بس أنا الفكرة أنا ما قلبتهاش. أقلبها دلوقتي ولا إيه؟ مش عارف، ولا خلاص نشتغل عليها كده وخلاص؟ خلينا نشتغل عليها كده عشان نكسب وقت. مريم الفقير شكرا حبيبتي على الصورة. هناخد الكريمة طبعا. هو لو حطيناها في التلاجة بتجمد اكتر، فبنقدر كمان ان احنا نعملها بالبايبنج. دلوقتي هوريكو اللي احنا عاملينها من الاول. ما هو غادة قتلتينا. ايه؟ قتلتينا بمنظر. ما هو زاكي طعمها حلو كمان. روان الصبح حبيبة قلبي اكلتها بالمعلقه، اكلت شويه بالمعلقه يعني. طيب طبعا بنقدر كمان نحط حتت فراوله هنا، بس مش مضطرين لان احنا اصلا حاطين العصير، والعصير انا ما بخليهوش ميه يعني زي ما انت شايفه. صح فيه.
لان كمان مش عايزاه يبقى سائل في سائل يعني مش كتير. اوكي هنحط بقى الكيكه كده ونبتدي نغطيها قد ما نقدر. وسام محمد شكرا شكرا شكرا. نهيل ابو قطيش سلمي عغادة حاضر الله يسلمها يا رب. هدير القاضي شكرا لك. طبعا دي زي يعني الكريمه دي كتير بس بتحطيها في التلاجة بتجمد على طول، فلو انتوا حطيتوها في التلاجة قبل ما تشتغل قبل ما نشتغل فيها بتبقى اسهل في الشغل، بس احنا طبعا عايزين نخلصها. هيا عواودة شكرا لك يا هيا، كلك ذوق. كثير بحب لما الناس يقولوا لنا انه بنتفائل فيكم. طبعا حلو صح؟ طبعا. طيب بس مسكتها. طبعا انا حطيت هنا كريمه حطيت كريمه ودلوقتي بس باخد اللوز كده وبحطه بالشكل ده، هو بيمسك هيك رح يمسك بس ما حطيتي شيء. اوكي لا 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 هو بيمسك لوحده. ممكن بقى نحط من الشوكليت علشان خاطر طبعا كل ست هي وذوقها في التزيين، بس دي حاجات بسيطة جدا وكلها موجودة ما هيش حاجات صعبة.